إيمير كير عمدة بلدية سان جوس يتلقى تهديداً بالقتل. موجة من العنصرية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي على إثر وفاة شاب من أصل مغربي. موسيقى المسافر المغرب، برنامج وثائقي يعرف بالحياة الفنية والثقافية المغربية. وفي النشرة طائفة من الأخبار الدولية تنقلنا إلى كل من المملكة المتحدة، تركيا وفلسطين المحتلة. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم من جديد مع عرض إخباري أسبوعي من قناة المواطن. في بلجيكا تم هذا الصباح إخلاء جناح من بلدية سان جوس بعد العثور على طرد مشبوه. يتعلق الأمر برسالة موجهة إلى عمدة البلدية إيمير كير ذي الأصول التركية، وداخل الرسالة مادة بيضاء وعبارة تهديد بالقتل تدعو كير إلى مغادرة بلجيكا والعودة إلى صديقه الدكتاتور هتلر أردوغان على حد تعبير مرسلي التهديد. إيمير كير صرح أن الرسالة وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم فتحها من طرف عون قضائي، ثم تم استبعادها عن مقر البلدية لتحليل محتواها. وقال العمدة إن العنصرية بدأت تضرب كل الأقليات، وذكر بالجملة التي شنها عنصريون على إثر وفاة شاب مغربي في حادث بالمغرب. يتعلق الأمر بشاب بلجيكي من أصول مغربية أثارت وفاته تعليقات حاقدة على مواقع التواصل الاجتماعي. ورقة في الموضوع. من هو رمزي محمد قدوري؟ إنه السؤال الذي لا يحب العنصريون طرحه ولا حتى سماعه، لأنهم ببساطة لا يريدون أن يتصوروا أن يكون شاب ذو بشرة ذاكنة بلجيكيا أو بالأحرى فلامنكيا. لذا جاءت التعليقات تقول كيف لراعي المعز أن يصبح فلامنكيا. الجواب عن السؤال من هو رمزي سيعلمنا أنه شاب يافع نشيط في العديد من الجمعيات في حيه رغم أنه لا يتجاوز 15 من العمر. هذا الشاب الذي قدر له أن يموت يوم السبت الماضي ببلاده الأصلية بعد حادث دراجة رباعية الدفع ويدفن في أرض أجداده، ولد وترعرع في مدينة جينك بمحافظة ليمبورغ الفلامانية. شاب وصفه كل من عرفه باللطيف المسالم والخدوم، ولكن العنصريين لا يريدون سماع هذا الكلام وسودوا صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقاتهم الحاقدة على كل ما هو مغربي أو مسلم. هذا السيل من الحقد جعل السياسيين يخرجون عن صمتهم ويعبرون عن امتعاضهم بما فيهم بعض الوزراء اليمينيين. وفي هذا الإطار قال الوزير رئيس إقليم الفلاندرز جيرت بورجوا لوكالة بلجا إن التعاليق الحاقدة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله لتحقيق مجتمع متعايش ومواطنة حقيقية. وزير الإعلام سفين جاتس وصف ردود الفعل بالعنصرية السقيمة وأن أصحابها مرضى يجب أن يعالجوا. عمدة مدينة جينك التي ينحذر منها رمز محمد قدوري عبر عن تعازيه للعائلة، وقال إنه سيتم التفكير في رد الاعتبار بطريقة يتم الاتفاق عليها مع عائلة قدوري فور عودتها من المغرب، وقال أنه لا يجب أن نترك الأمر يمر دون رد. في المغرب وبمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط تم تنظيم حفل تقديم الفيلم الوثائقي موسيقى المسافر المغرب. مزيد من التفاصيل في الورقة التالية. تم إنتاج هذا الفيلم الوثائقي بدعم من وزارة الاتصال في إطار السلسلة التلفزية الأمريكية Music Voyager المتخصصة في تقديم الدول عبر العالم من خلال مجالات الموسيقى والسياحة والثقافة. وتعرف الأجزاء الثلاثة للفيلم بمختلف الألوان الموسيقية المغربية وبالمؤهلات السياحية للمملكة، وكذا بنموذجها الحضاري والثقافي المتميز. وتحمل هذه الأجزاء التي يكمل بعضها البعض عناوين المغرب بوابة أفريقيا، وتم تصوير هذا الجزء بالدار البيضاء وطنجة وشفشاون وقلب المغرب، وتم تصويره بفاس وخنيفرة ومرزوقة وروح المغرب، وتم تصويره بمراكش والصويرة وأكادير والدخلة. مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن الرسالة الأساسية لهذا الفيلم
تتمثل في تقديم المغرب للعالم عبر موسيقاه ومطبخه وعمرانه وحضارته ومؤسساته وغيرها، وجلب العالم إلى المغرب. وأضاف الخلفي أنه سيتم من خلال هذا المشروع الفيلمي إعادة اكتشاف المغرب والاشتغال على الرأسمال اللامادي المرتبط بثقافتنا وحضارتنا وفننا وهويتنا، وذلك في تناغم تام مع الخطاب الملكي للملك محمد السادس، مشيرا إلى أن خير سفير لثقافة المغرب هم فنانوه، باعتبار الفن رسالة حضارية عابرة للحدود وتتجاوز الصراعات. وزير الاتصال أشار أيضا في هذا اللقاء الذي حضره بالخصوص رؤساء الهيئات النقابية الموسيقية إلى أنه سيتم أيضا إنتاج مشروع آخر من 10 حلقات، سيكون هو الآخر محطة للاشتغال على الأنماط الموسيقية والموسيقيين المغاربة من أجل إبراز النموذج المغربي الفريد. وعبر المنتج المنفذ للفيلم فاروق سينغ من جانبه عن إعجابه الشديد بالمغرب وجمال طبيعته وطيبوبة سكانه، مشيرا إلى أنه تم بث 3 حلقات فحسب لأنها كانت أجمل ما تم تصويره. وقال الفنان نعمان لحلو الذي شارك في الفيلم إلى جانب الفنان المغربي المقيم بالولايات المتحدة حسن حكمون إنه تم عرض هذا الفيلم في إطار عقود عمل مع 672 قناة، وتمت برمجة بثه على أزيد من 500 قناة تلفزيونية عالمية في 120 دولة وب13 لغة من بينها اللغة العربية، مفيدا بأنه سيتم عرض هذا الفيلم في مهرجان الفيلم والسياحة في أكتوبر المقبل بالبرتغال، وكذلك في مهرجان كان السينمائي لسنة 2017. ويأتي دعم هذا العمل الوثائقي حسب بلاغ لوزارة الاتصال المغربية في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للإسهام في إشعاع المغرب والتعريف بنموذجه الحضاري وبمقوماته الثقافية المتميزة، وكذا التسويق للمغرب كوجهة سياحية رائدة عالميا. الأخبار الدولية نريدها موجزة ويقرأها أنس ملكي. قال أسامة شاهين مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الأربعاء إن نحو 3000 معتقل لحركة المقاومة الإسلامية حماس في السجون الإسرائيلية يهددون بتصعيد خطوات احتجاجية رفضا للممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين. وأضاف بأن الأوضاع في السجون الإسرائيلية تغلي، وفي حال استمرار الانتهاكات يهدد كافة معتقلي حماس المقدر عددهم بنحو 3000 بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية قد تصل إلى العصيان والإضراب المفتوح عن الطعام. قتل شخص وأصيب 5 آخرون في هجوم بسكين وسط العاصمة البريطانية لندن. وبحسب بيان صادر عن شرطة لندن يوم الخميس، فإن الشخص المسلح هجم المارة بسكين في ميدان الروسل وسط لندن وأصاب عددا منهم. وأشار البيان أن قوات من الشرطة توجهت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على المهاجم، موضحا أن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم وفارقت سيدة من بينهم الحياة في موقع الهجوم متأثرة بإصابتها. أوقفت قوات الأمن التركية الخميس 20 شخصا في ولاية أضنة جنوب البلاد لاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي. وذكرت مصادر أمنية أن فرقا أمنية وبدعم من شعبة مكافحة الشغب وجرائم التهريب نفذت عملية أمنية واسعة على 1 أوكار التنظيم الإرهابي بالولاية، وتمكنت من القبض على 20 شخصا مشتبه بانتمائهم لداعش. استقبل رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان الأربعاء الأمين العام للمجلس الأوروبي ثوربيون ياغلاند في مبنى البرلمان بالعاصمة أنقرة. وفي كلمة له خلال اللقاء أكد قهرمان على أهمية تضامن الدول الصديقة مع بلاده خلال الفترة الحرجة التي تمر بها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
رياضيا، تم رسميا تقديم المدرب الجديد للمنتخب البلجيكي، ويتعلق الأمر بالإسباني روبرتو مارتينيز. ورقة في الموضوع وعبد المجيد أمزيان. روبرتو مارتينز هو المدرب الجديد للمنتخب البلجيكي خلفا للمدرب مارك ويلموتز، الذي خيب أمل البلجيكيين في الوصول للأدوار النهائية للبطولة الأوروبية أورو 2016، ولماذا الفوز بالبطولة بعدما كان أحد المرشحين لذلك؟ الاتحاد البلجيكي لكرة القدم سير هذا الغضب واستغنى عن خدمات ويلموتز في 15 من يوليوز المنصرم. روبرتو مارتينيز البالغ من العمر 43 عاما، والذي تم تقديمه رسميا أمس أمام وسائل إعلام، وكان المدرب الإسباني قد قاد فريق ويغان أتلتيك للقب كأس إنجلترا قبل أن يهبط لدور الدرجة الأولى. وانتقل مارتينيز بعد ذلك لتدريب أفيرتون في عام 2013، حيث قادهم 143 مباراة فاز خلالها في 61 وتعادل في 39 فيما خسر 43 مباراة. هذا وسيخوض مارتينز أول اختبار له في منصبه الجديد أمام منتخب بلاده إسبانيا في مباراة ودية مطلع شهر شتنبر المقبل في ملعب الملك بودوان ببروكسل، بينما ستكون أول مواجهة رسمية أمام قبرص في تصفيات القارة العجوز المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. وفي تصريح أمام الصحافة أمس قال إن الفريق البلجيكي فريق عريق، ولكن لا يحقق انتصارات كبرى لأنه ينقص الانسجام، وهذا ما سنعمل على تحقيقه. بالورقة الرياضية أودعكم سيداتي وسادتي، وإلى لقاء آخر على قناة المواطن مباشرة بعد أن نشرت، تلتقون مع ورقة الطقس.